بالبداية كان مجرد حلم وأمنية، مو متأكد إذا بتحقق ولا لا، بس اللي متأكد منه أن إرادتي أكبر من حلمي، وهي الشيء اللي أستند عليه بعد الله سبحانه. بالأخص أن الإعاقة هي إعاقة فكر، ما هي إعاقة جسد. كنت بحيرة كبيرة وتخوف على هالخطوة اللي بتخذها. فكرت وايد بيني وبين نفسي، لين تسلحت بالعزيمة والإصرار. فكان تحدي كبير بالنسبة لي أني لازم أكسر رقم قياسي لأشخاص ما عندهم إعاقات. اكتشفت أن التحدي اللي مقبل عليه يتطلب مني أني أغوص 10 كيلو متر تحت الماء وأنجز هالمسافة قبل 6 ساعات. الموضوع صعب لكن مو مستحيل، وكوني أملك معهد صحي فكانت البيئة جدا مناسبة لي للتمرين. وبلشت بالبداية بتقوية الجزء العلوي من جسمي اللي هو أكثر جزء أحتاجه عشان أحقق هالرقم القياسي. المرحلة الثانية من التدريب كانت بحوض النادي العلمي الكويتي، من تمارين سباحة وغوص استمرت لمدة 3 شهور بأوقات طويلة وبشكل تصاعدي. فكان لازم أغوص رايح راد في الحوض 100 مرة عشان أقطع 4 كيلو متر. المرحلة الثالثة كانت التدريب بالبحر، بالتحديد ببحر الكويت، لمدة شهر كامل، وكانت تتطلب مجهود كبير مني أني أقطع مسافات طويلة بالبحر. كان مجهود يفوق قدراتي الجسدية بسبب الإعاقة، لكن إرادتي أكبر من إعاقتي. بعد شهور من التدريب بدنيا ولياقيا وتدريبيا صرت جاهز 100% للريكورد، وحسيت حلمي قرب يتحقق. فاتخذت أول خطوة جريئة وقررت أسافر الغردقة، وكان معاي فريق متكامل وكل شخص كانت له مهمة. رحلة الإنجاز كانت عبارة عن سفاري لمدة 10 أيام باليخت بعيد عن اليابسة في معسكر بحري. واحدة من أبرز الصعوبات كانت موضوع الحركة داخل اليخت، لأن الأماكن ما كانت مهيئة للكرسي المتحرك نهائيا. لكن اللي سهل علي المهمة أني ما أشوف قدامي إلا حلمي. يومها ما قدرت أنام، تفكيري كله كان باكر ومشاعري كانت متلخبطة ما بين خوف وحماس وسعادة. وبلشنا يوم الريكورد وبوقت مبكر، وكان مثل الهدوء اللي يسبق العاصفة. ويت اللحظة الحاسمة وطبيت بالبحر ولبست أول تانك هواء، والحماس كان بقمته. وطريق 10 كيلو بدايته كانت متر، توكلت على الله سبحانه وانطلقت، والفريق كان بكامل جهوزيته. شروط الريكورد تتطلب مني لازم أغوص مسافة 10 كيلو متر تحت الماي بشكل متواصل، وخلص قبل 6 ساعات وبدون ما أصعد السطح. خلال الغوصة استخدمنا 26 تانك هواء من الحجم الصغير، وكان يتبدل التانك تقريبا كل 15 دقيقة. بعد مرور 3 ساعات من الغوص المتواصل بدأ التعب علي، وبدأ العطش واليوع يتمكن مني. لكن الفريق اللي وياي احترافي كان ينزل لي الأكل والماي تحت البحر، أكل وأشرب وأكمل بكل حماس. ووصلت بالغوصة ل4 ساعات، ولين وصلت ل5 ساعات و24 دقيقة. هني بلغوني بأني كسرت الرقم القياسي. حزتها كانت من بين أحلى لحظات حياتي، شيء وايد حلو لما تشوف حلمك تحقق بعد تعب كبير. وتذكرت لحظتها فيصل يوم الحادث ايش كثر كان ضعيف، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تغلب على إعاقته
وصار من أميز الغواصين في العالم. كل اللي أقدر أقوله للعالم كله، من اليوم ما في شيء اسمه إعاقة، في شيء اسمه إرادة، وتقدر تصنع المستحيل.